وبشأن اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة الكيان الصهيوني وتداعيات ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الدكتور ماجد الزبيدي الباحث في شأن الفلسطيني وأستاذ في جامعة فيلادلفيا. دكتور ماجد سلام الله عليكم، يعني الولايات المتحدة تعتقد أنها قادرة على فرض رؤيتها بالقوة في المنطقة، خاصة أن القوة جربتها وفشلت في العراق. نعم، فشلت أمريكا في العراق عسكريا وسياسيا وفي المنطقة، فشلت أيضا عسكريا وسياسيا في سوريا أيضا. الواقع أن الموقف الأخير من إدارة الجمهوريين الأمريكية الحالية برئاسة ترامب ونائبه المتسدد المسيحي الصهيوني في جعل القدس عاصمة أبدية وموحدة لإسرائيل تكون قد أخذت نفسها من التأثير في المنطقة إطلاقا، فليس لها أي تأثير في المنطقة، ولن تستطيع مهما كانت قوتها العسكرية أن تفرض الحل الإسرائيلي الأمريكي في القدس العربية الإسلامية المسيحية. دكتور ماجد، إسماعيل هنية يقول هناك تحالفات لبناء تحالفات قوية، تحركات لبناء تحالفات قوية في المنطقة لمواجهة واشنطن. تعتقد من تتضمن هذه التحالفات؟ هل يمكن أن نتصور أن إيران تدخل كجهة فاعلة في هذه التحالفات مع حركة حماس؟ إيران تدخل؟ نعم، سوف تدخل إيران من أجل تعزيز موقفها من البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي. سوف تدخل إيران في هذا التحدي الأمريكي بحكم موقعها وقواتها وتواجدها السياسي والعسكري في سوريا والعراق ولبنان واليمن والخليج العربي، مياه الخليج. سوف تدخل عنصر فاعل مع حماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي وكثير من الحركات التي سوف تعود إلى النضال من جديد بسبب اقتراب الصهاينة والأمريكان من قدس أقداس، من أقدس أقداس الأمة العربية والإسلامية والمسيحية. دكتور، الولايات المتحدة يعني حرمت 6 ملايين لاجئ فلسطيني من المساعدات، هل تعتقد أنها تمارس ضغوطا على القادة في حركتي فتح وحماس؟ بالتأكيد، لكن الإدارة الأمريكية تتصرف وكأن الأنروا وكأنها وكالة تسهيل وإغاثة لحركة فتح أو حركة حماس أو حركة مقاومة. الواقع أن هذه الوكالة هي وكالة أممية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشأت عام 1951، ولهذا فإن هذه الضغوط مباشرة من الإدارة الأمريكية الحديثة التي لا تؤمن إلا بالصفقات والمال، تؤمن إيمانا شديدا أن هذا الضغط سيؤدي إلى مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله إلى المفاوضات ثانية، ولكن هذا لن يكون على الإطلاق، لأن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية هو الموقف الأجرى والأقوى على الصعيد العربي والإسلامي والعالمي. الدكتور ماجد الزبيدي الباحث في شأن الفلسطيني وأستاذ في جامعة فيلادلفيا، شكرا جزيلا لكم.